امبارح كان في لقاء مهم جدا جمع السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الزراعه عشان يبحثوا مجموعه من الملفات المهمه وخصوصا التحديات اللي بتواجه المزارع المصري. الاجتماع كان بيهدف بشكل رئيسي لمناقشه كيفيه ضبط منظومه الاسمده، ضمان وصول الدعم للمزارعين بدون اي تلاعب وبدون اي تهريب. موضوع مهم جدا يا مصطفى، عايزين نعرف تفاصيل اكتر عنه وعن الاجراءات اللي تم اتخاذها واهميه اللقاء كمان كانت ايه. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه، واللي هيقول لنا الخطوات الجديده لضبط منظومه الاسمده وكمان دور الجمعيات الزراعيه في دعم المزارعين. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. حابين نعرف ما تضمنه هذا الاجتماع ما بين السيد رئيس الوزراء ووزير الزراعه. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، وطبعا الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء والحكومه المصريه وحتى السيد رئيس الجمهوريه في اهتمام كبير جدا بالفلاح المصري وبالمزارع المصري. وقطاع الزراعه في الفتره الاخيره حظى باهتمام كبير جدا من الدولة المصرية، وكان له الأولوية الحقيقة، وكنا بنشوف ده في العديد من المشروعات اللي موجودة على أرض الواقع. طبعا متابعة توفير الدعم للمزارع المصري دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بتنظر إليها الدولة المصرية، ويمكن وزير الزراعة يعني بيقوم بجهد كبير في هذا الإطار، سواء من خلال توفير الأسمدة أو متابعة توفر الميكنة أو الإرشاد الزراعي أو كل ما من شأنه أن هو يخدم الفلاح المصري ويساعده على زيادة إنتاجيته. طبعاً هذا الاجتماع هو متابعة لهذه الجهود. ملف الأسمدة واحد من أهم الملفات، خصوصاً أن احنا سبق وأطلقنا منظومة لمتابعة ومراقبة منظومة تداول الأسمدة علشان نضمن وصول شكارة السماد للمزارع المستحق الحقيقي. والحقيقة الدولة بتنفق مليارات من الجنيهات علشان نقدر ندعم السماد ووصوله للمزارع المصري، والدولة بتتحمل هذه التكلفة بشكل كبير. فعملية توفر السماد ومتابعتها ومتابعة الإنتاج من المصانع صحيح، ده كان محور الاهتمام خلال هذا اللقاء. طيب كلمني عن الإجراءات اللي اتخذتوها عشان ضبط منظومة الأسمدة، هل في يعني تلاعب وتهريب، وإزاي نتجنبه، وإزاي نضمن وصول الدعم للمزارعين، وإيه الإجراءات اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع من أجل ضبط هذه المنظومة؟ يعني خلينا ناخدها واحده واحده. عمليه وصول السماد للمزارع، اولا احنا بنعمل عمليه التصارف من خلال منظومه كارت الفلاح. منظومه كارت الفلاح دي منظومه رقميه، وبالتالي بتمنع او بتحد من اي تلاعب ممكن يحصل في عمليه تداول الاسمده، وبتضمن وصول شكاره السماد للمستحق الحقيقي او المنتفعين الحقيقيين اللي محتاجين هذه الاسمده. الحاجه الثانيه، احنا طبعا علشان نضمن وصول شكاره السماد من المصنع وحتى الجمعيه الزراعيه، فده احنا عملنا منظومه لمراقبه ومتابعه الاسمده من اول ما بتكون موجوده في المصنع ومرورا بكل سلاسل الامداد والتوريد عشان توصل للجمعيه الزراعيه. دي عمليه برضه محوكمه، ودي بتضمن رقابه مستمره في عمليه توفر الاسمده. الحاجه الثالثه، عمليه الانتاج نفسها. يمكن كان سبق وصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد حصه لخدمه صغار المزارعين اللي بتمثل حوالي 55% من انتاج المصانع. طبعا ده بتدي الاولويه للمزارع المصري وللفلاح المصري، وبيتم صرفها من خلال الجمعيه الزراعيه. وكمان اداره العمل التعاوني نفسها، يعني مع الوزير من اول ما تواجد الحقيقه بشكل مستمر بيكون في لقاءات مع الجمعيات الزراعيه والتعاون الزراعي، بحيث ان احنا نضبط وننظم عمليه تداول الاسمده، وكل ده يحقق منفعه اكبر للفلاح والمزارع المصري. الحقيقه جهد كبير جدا بذل في كل مراحل الامداد والتوريد للاسمده علشان نحقق اكبر منفعه ممكنه، مش بس السماد انما كمان ان احنا نتابع عمليات الارشاد وعمليات التوعيه عشان ننظم استخدام الاسمده، ان احنا نستخدم السماد بشكل انسب، ان احنا نحقق افضل انتاجيه ممكنه لوحده الارض ولوحده الميه. كل ده الحقيقه كان في جهد كبير مبذول فيه في الفتره الاخيره. طب دكتور محمد، لو اتكلمنا عن اهميه تقويه جمعيات، خليني اقول الجمعيات الزراعيه، احكي لي عنها، ازاي نقدر نستفيد منها؟ يعني الحقيقه القطاع الزراعي بيقوم بالاساس على العمل التعاوني الزراعي، ويمكن بنشوف جهد كبير جدا في كل الدول في العمل التعاوني والقطاع التعاوني في مجال الزراعه. ويمكن الدوله كمان مهتميه بشكل كبير جدا بالعمل التعاوني وتطوير العمل التعاوني، ودايما بيكون في تنسيق مع قطاع التعاون الزراعي.
واحنا عندنا في القطاع الزراعي عندنا ثلاث جمعيات كبار يمثلوا مختلف الطوائف اللي هي الجمعيه العامه للائتمان والانتماء والاصلاح والاصلاح الزراعي. كل دي جمعيات عامه بتقوم بتنسيق مع الفلاحين كلهم في مجال تخصصه علشان تعمل مجموعات زراعه تعاقديه. وطبعا في عندنا جمعيات نوعيه دي بتنسق مع الفلاح، بتوفر له المستلزمات بتاع الانتاج، بتقدم له الاحتياجات واسعار مناسبه، وكمان المفترض ان هي كمان بتنفذ عمليات تسويق للفلاح. وطبعا احنا اطلقنا منظومه الزراعه التعاقديه وانشانا مركز للزراعه التعاقديه، وتم صدور قانون للزراعه التعاقديه ولائحه تنفيذيه خاصه بيه. كل الشكر لك دكتور محمد. دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك.